قانون لينز يكون اتجاه التيار الكهربي المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له. تجربة لينز ادخل المغناطيس في الملف ولاحظ ان اتجاه حركة الجلفانومتر اي التيار المستحث الناتج يعاكس السبب الذي احدثه. لاحظ لحظة دخول المغناطيس ولحظة خروجه ولحظة التوقف. لحظة الدخول في اتجاه يمين، الخروج يسار. وعند قلب المغناطيس يعكس اتجاهه، وعند التوقف ينعدم الانحراف.